الزوراء هذا الموسم، بداية متعثرة، الدوري صار فارق بعيد مع المتصدر، شلون وضعكم داخل النادي؟ طبعا احنا المباريات نادي الزوراء مباريات نلعبها دائما تكون مباريات صعبة، اي فريق يجي ضد الزوراء يلعب ند، يعني تشوفه ند قوي، نادي الزوراء ونادي الشرطة الجوية، اي فريق جماهيري. فصارت يعني شوية اخطاء، يعني قلت لك يعني جابوا مدرب غيروا مدرب. تغيير المدربين اثر؟ اكيد هم اثرت علينا، والاصابات اثرت علينا، اكو لاعبين يعني انصابوا وسوء الحظ طبعا ما حالفنا. تغيير الكابتن عصام شنو رايك به؟ طبعا كابتن عصام اوجه له التحيه، اتمنى له التوفيق مع نادي بغداد. يعني هم اداره بعد بيناتهم يشوفون المدرب او اللاعب يحس بالتغيير اذا تغير مدرب، يعني قادكم عصام وراها قادكم حيدر وعلي حسين رحيمه بعدين اجى ايوب اوديشو، انت كلاعب شي يختلف عنك؟ اكيد كل مدرب له اسلوبه طبعا، فانت تشتغل ويا المدرب اليوم، انا اشتغلت ويا كابتن عصام وثاني يوم اشتغل ويا كابتن ايوب، طبعا تحياتي لكابتن ايوب من المدربين المميزين وخاصه يعني بالفكر عالي. ان شاء الله راح نشوف فريق الزوراء غير.